حضرتك الحقيقة اتكلمت على نقطة مهمة جدا وهي قاعدة البيانات. تمام. الحقيقة دي رقم واحد كانت مسؤولية معالي الوزير واتكلم عليها بمنتهى الصراحة، ولابد من إنجاز قاعدة بيانات لوزارة الزراعة في جميع التخصصات وجميع الفروع. بدايتها طبعا الدكتورة منى محرز أن لازم يكون عندنا قاعدة بيانات واضحة ودقيقة ومدققة للثروة الحيوانية في مصر. لأن للأسف شديد يعني أكلم حضرتك بمنتهى الأمانة، ما أقدرش أقول لحضرتك تعداد الثروة الحيوانية في مصر بدقة كام بالضبط أرقام، لكن بدأنا أنه يبقى فيه ترقيم لجميع الحيوانات الموجودة في مصر للثروة الحيوانية عشان نبقى عارفين بدقة تعداد الثروة الحيوانية من ناحية الماشية والإبل والأغنام وكله، علشان لأن حضرتك عارف البيانات الدقيقة مهمة في اتخاذ القرار وأيضا مهمة في علاج أو مواجهة المشاكل. زي إحنا عندنا مثلا في الثروة الحيوانية كان في مشكلة في الحمى القلعية أو أنفلونزا الطيور. صحيح. أنا لو ما عنديش تعداد سليم ودقيق للثروة الحيوانية إزاي هوفر أمصال أو لقاحات لمكافحة هذا المرض، وإزاي أواجه المشكلات الموجودة في الثروة الحيوانية. ده على سبيل المثال. النقطة الثانية أيضا قاعدة بيانات لكل المساحة المنزرعة أو الزمام الزراعي على مستوى الجمهورية، ده الحقيقة مطلوب وقايم به الحقيقة الدكتور صفوت الحداد نائب الوزير للخدمات والمتابعة، وده الحقيقة هيكون عن طريق منظومة الكارت الذكي اللي هيتم تطبيقها إن شاء الله، هيكون يعني هتتنفس. هي دي يا دكتور هتكون للأراضي ولا هتكون للفلاح؟ هي هتكون للفلاح لأن هي مرتبطة يا أستاذ أحمد بالأراضي. تمام. بمعنى هي طبعا هي على مراحل، المرحلة الأولى للحائزين والملاك يعني اللي هو اللي مالك اللي ما عندوش أي مشكلة في الأرض بتاعته. دي المرحلة الأولى، وبعد كده المرحلة الثانية طبعا للمستأجرين للأراضي. فدي مهمة جدا لأن عن طريق الكارت الذكي هقدر أعرف الزمام الزراعي الحقيقي في مصر المساحة كام مليون فدان، وأيضا تصنيف هذه المساحة وكل مزارع بيملك قد إيه من هذه المساحة. أكتر من كده يا أستاذ أحمد إنه بيزرع إيه